هل يدخل اتفاق الهدنة ما بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ كما أعلن؟ نقطة حوار بعد قليل. حتى لحظتنا هذه لم تبدأ هدنة كانت مقررة ما بين إسرائيل وحماس اليوم، وإن أعلنت قطر أنها ستبدأ غدا الجمعة في وقت يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة ويحاصر الجيش المستشفى الإندونيسي. إسرائيل قالت إن تنفيذ الاتفاق أرجئ من الخميس لوجود ثغرات في عدد من بنوده، وقالت وسائل إعلام فيها إن حماس تصر على عدة قضايا غير مقبولة إسرائيليا. مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يقول إنه لن يتم إطلاق أي من الرهائن المحتجزين في غزة قبل الجمعة. وبالتزامن تتكدس شاحنات المساعدات على الجانب المصري من رفح، والتي كانت تأمل أن يسمح لها الاتفاق بالعبور بشكل أكثر سلاسة، فيما يقول الهلال الأحمر المصري إن معدل دخول الشاحنات يتراجع بسبب عراقيل تضعها إسرائيل. هل يدخل اتفاق الهدنة ما بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ كما أعلن؟ هذه نقطة حوار جديدة، أنا محمد عبد الحميد ووسائل الاتصال هي المعتادة. على الهاتف 00442032879 على bbcarabic.com، صفحات نقطة حوار على مواقع التواصل الاجتماعي، أو صفحة الشخصية على منصة إكس @mabdulhamidbbc. ضيوفي بالفعل متواجدون معنا الآن، لكن قبل أن أتوقف لبداية حواري معهم أريد أن أستعرض بعض التعليقات التي وصلت لفريق البرنامج عن اتفاق الهدنة الأخير ما بين إسرائيل وحماس، ولماذا تعثر تنفيذه إلى الآن، وما إذا كان سينفذ غدا أم ماذا، سواء على فيسبوك أو على منصة إكس. أبدأ من الأخيرة من منصة إكس، وفيها كتب محمد رجب بالعامية: الهدنة تأجلت يوم، تفتكروا ليه؟ عشان يعتقلوا أطباء مستشفى الشفاء، عشان الصحفيين ما يقدروش يصوروا معاهم ويوثقوا شهادتهم. أما منال فكتبت على إكس أيضا: نريد الهدنة كي نحزن، لندفن شهداءنا، لنتفقد أهلنا وأصدقائنا، لننظر إلى غزة التي بتنا لا نعرفها من شدة الدمار. هذه فقط عينة من آراء وصلت لي فريق البرنامج، أتمنى أن تستمروا في الإدلاء بآرائكم، لأنني سأعرض أغلبها أو قسط كبير منها على الأقل بحسب ما يسمح الوقت لنا. أريد أن أتوجه وأرحب كذلك بمتابعينا على زوم حتى الآن، خالد وإسراء ينضم إلي، وأبدأ مع إسراء. أهلا وسهلا بحضرتك، كان لنا أكثر من لقاء سابق، دائما أبدأ معك بالاطمئنان عليك وعلى أهلك، لأن الأهل في جباليا في غزة كما أعلم. مساء الخير محمد، مساء الخير لك وللمتابعين، سعيدة بتواجدي معكم وشكرا لحرصكم الدائم على إيصال الصوت لأهل من أهل غزة. في الحقيقة يعني قبل أيام حاولوا بعض من الأهل الخروج من شمال غزة لجنوب القطاع، ولكن للأسف تم اعتقال البعض منهم. أذكر هنا على سبيل المثال محمد ابن خالي محمد جميل نصر الله، وهو طبيب خريج حديث من طب الأسنان، شخص ملتزم ذكي لطيف ليس له علاقة بشيء، على الرغم من ذلك قرر الاحتلال الإسرائيلي الاحتفاظ به بدون أي سبب، ولا نعلم أي أخبار عنه حتى الآن. فقدت التواصل منذ 3 أيام على الأقل مع أهلي في شمال القطاع، وقد سمعت من بعض الأخبار أن هنالك مجزرة حدثت في الحي الذي يسكنون فيه، وكان هنالك أكثر من 150 شهيد. كما تعلم الأخبار التي تتداول يعني بشكل عام لا تذكر بالتحديد أو على وجه الخصوص أسماء عائلات الشهداء وما إلى ذلك، على أمل أن أطمئن من بعض الأصدقاء الآخرين، طمأنني أحدهم ولا أعلم كالمعتاد هل هي حقيقة أم لا، أنهم بخير، ولا زلت أنتظر بالطبع. مجزرة أخرى حدثت في حق بعض الأصدقاء في شمال قطاع غزة. المشكلة محمد أنه في الأيام السابقة أن جل تركيز الإعلام لم يكن على شمال قطاع غزة، وإنما كان على جنوب القطاع، وهو الأمر الذي افتقد العالم فيه أن يرى مدى الجرائم والمجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الشمال. لذا حاولت في الأيام الماضية
على قدر المستطاع أن أغطي من خلال الأخبار التي تصلني من الأصدقاء، من الجيران، من بعض الصحف أو الوسائل الإعلام، ونعلم أن هنالك فقط عدد قليل من الصحفيين هناك. وفي هذا يعني أمر غريب، التغطية على مجازر الشمال وعدم نقلها بهذه الطريقة الدقيقة والواضحة. يعني على الأقل في الساعة الواحدة ترتكب أكثر من 6 مجازر في شمال قطاع غزة. طبعا لا نتحدث كما يعرف أهل غزة معنى الشمال، وإنما نتحدث حسب المفهوم الجديد الذي وضعته هذه الحرب 2023، شمال الوادي، وهو ما يقصد به شمال قطاع غزة كاملا، ما يشمل غزة الوسط والنصر الشيخ رضوان، وطبعا مناطق أخرى مثل النفق ومعسكر جباليا وبيت لاهيا وبيت حنون. يعني كل هذه المنطقة، صحيح أتفق معك إسراء، أنه التركيز كثيرا الآن تحول صوب الجنوب، أعطتينا صورة عن الشمال، لكن أيضا التركيز تحول كثيرا لصفقة التبادل وفكرة الهدنة، وهذا موضوعنا اليوم الذي أريد أن أعرف رأيك فيه، هذا مهم جدا بالنسبة لنا. لكن أيضا كعادتنا كلما تحصل معنا اتصال لمعرفة الوضع داخل غزة نفسها على لسان أهلها، أريد أن أتوقف وأتوجه إليهم مباشرة الآن. محمود معي من خان يونس على وجه التحديد. محمود، أهلا وسهلا بك. محمود متواجد في واحدة من مدارس الأونروا لجأ إليها، وهو متواجد في ساحة المدرسة لأن الفصول أصبحت مكدسة إلى درجة لا تستطيع استيعاب المزيد. محمود أهلا وسهلا، ما الصورة لديكم اليوم؟ أهلا بك عزيزي. نحن الآن لازلنا نتواجد يعني في مراكز النزوح في مدارس تابعة للأونروا. في هذه الليلة العصيبة يعني كانت الأوضاع المدنية سيئة جدا نتيجة ازدياد الغارات الجوية على المناطق الجنوب قطاع غزة، خاصة من البحر والجو والبر. كذلك بالنسبة لاتفاق التهدئة، يعني ساد نوع من الأمل لدى يعني مجموعة من النازحين، والبعض الآخر مستاء لأن اتفاق التهدئة يعني لم يصل حيز التنفيذ نتيجة مماطلة الاحتلال، يعني بسبب عدم تحقيقه أهدافه التي أعلنها بداية الحرب باستثناء قتل الأطفال والنساء وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها وتدمير البنى التحتية وإغلاق المعابر ومنع وصول الدواء والماء والغذاء، أيضا يعني لزيادة الضغط على سكان قطاع غزة. بس هل وتيرة، يعني هو التأجيل إلى الآن على الأقل هو ليوم واحد فقط يا محمود، هل وتيرة القصف أو العمليات العسكرية ازدادت ولا ما زالت على ذات الحال؟ بالأمس كان هناك حديث عن قصف ربما حتى غير مسبوق، أقصى من القصف المعتاد. هذا الأمر يعني تقريبا تعود عليه، يعني قبل اللحظات الأولى أو قبل التهدئة بيوم أكون قطع عنيفة جدا، يعني مجملها كالذي حدث في أسبوع في قطاع غزة يحدث في ساعات قليلة نتيجة تكثيف الغارات الجوية على السكان في قطاع غزة. يعني هذا الأمر يعني يضع المواطنين في حيرة من أمرهم والقلق والخوف والتوتر نتيجة عدم يعني أو خوف من فشل جهود التهدئة وعدم التوصل إلى أي اتفاق. بس هل تعتقد أنه يعني سيبدأ التنفيذ فعلا غدا ولا تعتقد أنها ستؤجل مرة أخرى؟ هو المواطنين يعني يسودهم نوع من الهدوء الحذر، يعني يتوقعون أن تتم، والفئة الأكبر تتوقع أن تفشل نتيجة كما تعودنا على اختراقات العدو للتهدئة عندما حدث اختراق للتهدئة وفشلها في عام 2014 حينما قتل أكثر من 100 مواطن في محافظة رفح جنوب قطاع غزة والمئات نتيجة اختراق العدو، حيث سميت أنذاك بالجمعة السوداء نتيجة قتل عدد كبير من الأطفال والسيدات. يعني المواطنين هنا يعني نتيجة ما أصابهم من ألم وقهر ومعاناة، يعني جميع المواطنين في قطاع غزة يعني قلقون من عدم يعني تحقيق التهدئة نتيجة يعني مماطلة الاحتلال. هو الفكرة التي يجب أن نكررها للأسف أكثر من مرة، أنه حتى إذا نفذت هذه الاتفاقية أو تم بدايته غدا هي لأربعة أيام فقط، ربما يتم تجديدها، لكن هي هدنة وليس وقف الإطلاق النار، وهذا في حد ذاته أتصور مقلق جدا، لأنه حتى إذا أخذ أهل غزة راحة مما نتابعه ونشاهده على مدار الساعة فربما يستأنف للأسف مرة
أخرى. محمود أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، دعني أركز أكثر على هذه الهدنة أو هذه الاتفاقية والتبادل كذلك الذي أجل اليوم، لكن إلى الآن قطر تقول أنه سيتم تنفيذه غدا صباحا من حيفا عبر الإنترنت. الدكتور سليم بريك المحاضر في العلوم السياسية انضم إلي الآن. دكتور سليم أهلا وسهلا بحضرتك. التأجيل حدث اليوم، لكن إلى الآن الأخبار التي نملكها أنه سيتم تنفيذه غدا أرجئ اليوم بسبب وجود بعض الثغرات، هل تعتقد أنه تم تجاوز هذه الثغرات إذن؟ مساء الخير. باعتقادي نعم تم تجاوز هذه الثغرات. تصريح وزير الخارجية القطري ومتحدث الخارجية القطري بشكل واضح عن هذا الموضوع هو يعني يدل على هذا الاتجاه. القضية الثانية أن مكتب رئيس الحكومة صرح اليوم بأنه تلقى أسامي النساء والأطفال الذين سيتم تحريرهم، وقد أبلغوا العائلات أيضا في هذا الموضوع. الضابط المسؤول عن العلاقات مع العائلات قد أبلغ العائلات التي سيتم استقبال أبنائها، وأبلغ العائلات التي تنتظر ذلك ولكن لن يتم استقبال أبنائها. حاليا لا توجد أسباب وجيهة أو موضوعية لمنع هذا التبادل. في نهاية المطاف التبادل في مصلحة الجانبين، ولذلك لا أرى سبب حقيقي لماذا لا يتم غدا هذا التبادل. يعني الأمر كان فعلا لوجستي فقط تعتقد؟ لا، أنا لا أعتقد أنه كان لوجستي فقط، أنا لا أعرف تماما. كانت هناك حادثة غريبة الأطوار، أن بنيامين نتنياهو صرح بأنه حتى أخرج ورقة وكأنها اتفاق، وأن الصليب الأحمر مخول بزيارة المخطوفين في لدى حماس، واتضح فيما بعد أن حتى الآن لم يكن هناك اتفاق موقع مع حماس، وعلى هذا الأساس ما صرح به رئيس الحكومة كان غير صحيح. الأمر الثاني المقلق بتصرف رئيس الحكومة كان أنه قال في المؤتمر الصحفي أنه أوعز للموساد باغتيال قادة حماس أينما وجدوا، في الوقت الذي رئيس الموساد بنفسه موجود في قطر. يعني هذه التصرفات وهذه الأمور الغريبة من رئيس الحكومة تدل على نوع من عدم المسؤولية أو على نوع من عدم السيطرة على الأمور بالوقت الذي يجب أن يكون هو الرئيس القائد لكل هذه العملية، وأن يكون حذر بما فيه الكفاية لمنع أي اختراقات ولتنفيذ الاتفاق كما وقع عليه. بس النقطة التي ذكرها محمود سريعا أريد تفسير حضرتك لها أو ما تظن بشأنها، لأنه محمود كان يقول أنه كما استمعنا خلال الأيام الماضية أنه بمجرد الإعلان عن احتمالية وجود صفقة التبادل بالعكس زادت وتيرة العمليات العسكرية وليس بالعكس لم تهدأ. هل يجب أن نقرأ في ذلك أمرا ما، ولا هذا إجراء معتاد ربما قبل بداية تطبيق أي هدنة؟ لا، هذا أمر متوقع. يعني الجيش يريد أن يضع نفسه بوضع جيد بأماكن جيدة، لأنه لا يريد أن يكون عرضة للمس به في الوقت الذي فيه لن تكون هناك أعمال عسكرية. هي من ناحية النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هناك 6 ساعات في شمال قطاع غزة سيكون الجيش من غير أي غطاء استخباري ومن غير طائرات استطلاع، ولذلك هو يريد أن يكون بوضع جيد، وكل جانب يريد أن يستغل آخر ساعات قبل وقف إطلاق النار لتحسين وضعه وتحسين الأماكن التي يتموضع بها ومن ناحية استراتيجية، وتحضيرا للعودة إلى إطلاق النار بعد انتهاء الفترة. هذه نقطة مهمة سأعود بها أيضا لحضرتك يا دكتور سليم، لكن دعني أذهب إلى إسراء مرة أخرى أرجوك الشق الثاني في حديثي معك أستاذ إسراء. الآن هذه الهدنة رغم أنها تعثرت ليوم واحد الآن على الأقل يفترض أن ننتظرها غدا، أنت موجودة بالفعل في قطر التي كان لها دور كبير في الوساطة في هذا الأمر، هل تتفائلي أن الأمر سيتم تطبيقه فعلا؟ التفاؤل موجود. يعني نحن اعتدنا فعلا سابقا كما قال محمود على غدر الاحتلال الإسرائيلي في كافة الهدن التي تم توقيعها، ونعلم أن الساعات التي تسبق الهدنة دائما تكون الأشد ضراوة على القطاع والأشد تنكيلا بحق الناس في قطاع غزة، طبعا من ناحية الاستهدافات التي تزداد وتيرتها. لكن الأهم محمد، يعني 96 ساعة القادمة التي ينتظرها أهل غزة على أحر من الجمر، 96 ساعة ستعطيهم مهلة للحياة. التفاؤل
موجود، لأن الهدنة هذه ليست فقط من مصلحة الفلسطينيين وإنما من مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، وأعتقد أن ورقة الضغط الأكبر هنا هي الاحتلال الإسرائيلي. للأسف تبين لنا أو أكدت هذه الحرب حقيقة مطلقة لم نعرفها نحن كفلسطينيين منذ الأزل، وعرفها العالم الآن، أن حياة الفلسطيني مقابل حياة المستوطن الإسرائيلي تعد يعني في ميزان مختلف تماما. حتى الآن أسير واحد مقابل ثلاث، أسير واحد إسرائيلي مقابل ثلاث أسرى من فلسطين، سبع شهداء في فلسطين مقابل قتيل واحد في إسرائيل. الأمر مختلف والكفة مختلفة تماما. لذا هذه الهدنة ليست فقط لصالح الفلسطينيين وإنما هي لصالح الإسرائيليين. أما عن شعبي يعني تكاد تتملكني الدموع الآن، يعني نقولها دائما محمد، في الحروب بالعادة يعني الفلسطيني ليس لديه خيار سوى أن ينتظر الموت أو إما الموت. 96 ساعة أنت تقول للناس أنني سأمهلكم الآن كما يصرح الاحتلال الإسرائيلي ثم أعود لأقتلكم مجددا، فلا أدري هل نفرح بهذه التفرقة، بهذا التبجح، بهذا الاعتداء الواضح والذي يتوافق عليه العالم أجمع. لا أعرف، يعني أنا لا أريد هذا التشبيه، ولكن هذه حقيقة لا أستطيع أو لا تستطيع أن تفارق خيالي البتة. نحن قبل عيد الأضحى أو في الأعياد نحضر الخراف أو ما سنضحي به ونطعمه لأيام، ثم يعلم أنه يوم العيد سيتم ذبحه. فإذا تحدثنا عن الهدنة لا أنفك أن أتخيل أن هذا هو التشبيه الوحيد الذي يتعامل به الفلسطيني، بتجريد إنسانيته تماما، بتجريد حقه في العيش. لا أدري يعني بالمنطق الإنساني وليس المنطق السياسي الذي يفرض لغة القوة فقط، نحن وصلنا إلى مرحلة أن نفرح أننا حصلنا على 4 أيام وحققنا انتصار، أننا الطائرات الزنانة ستزول من بعض المناطق في القطاع التي لم تذهب من الجو في قطاع غزة أكثر من دقيقة في الأعوام كلها السابقة. فكيف وصل بنا الحال أن يفرح الفلسطيني على ساعات مقابلة لحياته؟ هو ربما أستاذ أسراء نحن الساعات القادمة محمد إن سمحت لي تفضل، ستكون هي أصلا يعني بوابة أكثر لتفتيح الجراح، للملمة الجراح في قطاع غزة، ليستوعب الناس ما حل بهم ويتفقدوا من يريد الموت أيضا مع أهله، وليس كما حدث سابقا تفرق الناس ما بين الشمال والجنوب، عدا عن الشروط الصارخة في بعض الأحيان للهدنة. هذا يتصل كثيرا أستاذة إسراء مع بعض المشاركات التي جاءتنا بالأمس، وحتى واحدة من المشاركات التي عرضتها جاءت أونلاين اليوم، إنه الصوت الفلسطيني خاصة من داخل غزة يقول نحن نحتاج 4 أيام على الأقل للبكاء، لاستيعاب الخسائر التي حدثت، استيعاب الصدمة التي حدثت، البكاء على من فقدناهم، 4 أيام لتحسين الأوضاع أو هدنة لالتقاط الأنفاس هي قليلة جدا جدا. والأكثر رعبا كما قالت لي أستاذة إسراء أنه لا نعلم ما هو التالي. لكن هذه الصفقة ربما لا تهم فقط الجانب الإسرائيلي أو تهم أهل غزة فيما يتعلق بالشق الميداني. هناك أيضا تم الإعلان عن أسماء ل300 شخص أطلقتهم إسرائيل، سيتم بموجب هذا الاتفاق إطلاق سراحهم على مراحل كذلك. أم محمد، واحدة من الناس اللي أتصور كانت فرحة جدا رغم مرارة المصاحبة لإبرام هذا الاتفاق، أم محمد ابنها تحدثني على الهاتف الآن من بيت لحم، ابنها محمد أكمل عامه 18 بالأمس، عيد ميلاده كان بالأمس، هو من ضمن القائمة التي تم الإفراج عنها من جانب إسرائيل، أو تم الإعلان عنها ليس الإفراج عنها كي لا أحدث ارتباك في المسميات. ومحمد كان محكوم ب6 أشهر إداري، قضى منها 3 أشهر بالفعل. أم محمد أهلا وسهلا، ما فهمنا أن اسم محمد كان ضمن هذه القائمة من 300 شخص، لكن لم يتواصل أحد معكم إلى الآن كي يخبركم أن هو سيكون ضمن الدفعة الأولى. ماذا كان إحساسك عندما قرأت اسم محمد في هذه القائمة؟ أكيد كنت مبسوطة، يعني اسم ابني موجود، بس يعني بعرفش لأنه إحنا لحد الآن ما حدا حكى معنا،
ما تواصل معنا حدا وحكى لنا إن ابنكم إحنا شفنا زينا زي الناس إنه في اسم محمد موجود. الفرحة أكيد مبسوطة أنا لأن ابني بده يطلع، بس الفرحة ناقصة منقوصة لأنها مليانة قهر ووجع وألم للي صار في والشهداء اللي نزلوا. بعرفش أنا يعني الشعور مش يعني إن تحكي لنا إن إحنا فرحانين، أوكي فرحانين لابني بده يطلع أنا وبدي أشوفه وبدي أطمن عليه، لأن أنا إلي من حد ما أخذوه الجيش ما شفته من مرة، ما شفته ولا حكيت معه. هل كان لي تهمة محددة؟ لأنه ما فهمته إن هو معتقل إداريا. ابني اعتقلوه نايم بالدار، ابني طالب توجيهي بيروح من المدرسة على الدار من الدار للمدرسة، بعرفش ليش اعتقلوه. ما في تهم حسب ما حكوا إنه الإداري ما له تهم، الإداري بحطوه بضل يجددوه لإداري، ما بعرف أنا ابني أول مرة أنا بأخذوه، ما بعرف يعني شو السبب. ما حكولنا إنه ما في تهمة، ما في تهمة عليه، ومعظم اللي بأخذوهم إداري وبيجددوا لهم بقعدوا سنتين وثلاث سنين بكون إداري، ما بكون عليهم تهمة محددة. بس هو شاب صغير جدا أم محمد، يعني هو إذا كان أكمل 18 سنة إمبارح أو بالأمس يعني كان طفل وفقا للقانون. أنا ابني، أنا طول ما ابني بدرس في المدرسة أكيد صغير يعني مش كبير لسه، يعني مش هالعمر. أنا ابني بعرف إنه بعرفش أنا بعرف إنه ما في عليه إشي، أجر الجهود دخلوا علينا اقتحموا دارنا كسروا دارنا أخذوا ابني ما خلوني أحكي معه ولا أشوفه ولا إشي، وطلعوا ومن يوم ما أخذوا لحد الآن ما شفت ابني وما بعرف عنه إشي. ولما شفت اسمه على قائمة أكيد انبسطت وفرحت، بس الفرحة كانت بحكي لك ناقصة لأنها كان فيها ضريبة كثير صعبة. أكيد أكيد يعني طبعا أكيد أكيد مفهوم. يعني هذا إشي بوجعنا إحنا كمان، ما تفكر إن إحنا فرحتنا إن إحنا نحب نشوف أولادنا، بس كمان أهل غزة أولادهم راحوا. طبعا طبعا. خلال الفترة اللي تم اعتقاله إداريا فيها أم محمد، هل كان مسموح إن هو مثلا يستعين بمحامي أو هل حد من أهله شافه، ولا لم تكونوا تعرفوا أي شيء عنهم؟ يوم اعتقلوا كان يتواصل معاه محامي من الصليب ومحامي من الضمير، بس في وقت الحرب ممنوع، ولا حدا شافه ولا حدا بيعرف، ولا المحاميين كانوا ممنوع يزوروهم. والى الان هل حاولتم الذهاب مثلا للصليب الاحمر لمعرفه تفاصيل اكثر عن عمليه الافراج عنه ولا؟ رحنا على الصليب، رحنا على الصليب وحكوا لنا انه راح يتواصلوا وراح يبعثوا محاميين، وبعثوا حاولوا انهم يبعثوا محاميين، بس في فترة الحرب اجت فترة الحرب هاي وما. لا انا بحكي بعد ما حضرتك قريتي اسمه ضمن الاسماء اللي حيفرج عنها لحد لحد الان ما في شيء، رغمنا ما حد ما في شيء، بعرفش اذا لسه الاسماء وصلن عند الصليب او لا، بس لحد الان ما في شيء. ان شاء الله تطمني عليه ام محمد ويكون فعلا ضمن الاسماء اللي حيفرج عنها حالة تمت هذه الصفقه. شكرا جزيلا ان حضرتك انضميتي الينا، وسلامات مقدما لمحمد عندما تريه بنفسك. شكرا. اريد ان اذهب مره اخرى للدكتور سليم، لانه كما قالت لي اسراء واضح انه في مراره كبيره على قدر ما يحتاج اهل غزه لهذه الايام الاربعه، هناك مراره كبيره اولا من قصر المده، وما الذي يمكن أن يحدث فيها حتى على الصعيد الإنساني؟ هل تتوقع تمديد لهذه الفترة أو أن تقود إلى وقف كامل لإطلاق النار؟ لأن التصريحات القادمة من إسرائيل تبدو مصرة جدا أنه بعد الأيام الأربعة هناك استكمال للقتال. نعم، سيتم تمديد باعتقادي. هذا يتعلق بمجموعات أخرى من تبادل الأسرى، وكلما كان هناك على كل 10 أسرى عمليا سيتم تمديد يوم واحد، ولكن في نهاية المطاف لن يكون هناك وقف للحرب. نتنياهو صرح، كمان وزير الدفاع وكمان بيني غانتس بالمؤتمر الصحفي بالأمس صرحوا بشكل واضح وغير قابل للبس بأن الحرب ستستمر بعد عمليات تبادل الأسرى.
كذلك نحن سمعنا أن نتنياهو تحدث قبل هذا اللقاء الصحفي مع الرئيس بايدن واتفقا على أن الحرب مستمرة. حتى جلسة الحكومة التي استمرت إلى الساعة الرابعة صباحا بالأمس كان أحد الشروط من الكابينيت من واحد وزراء الكابينيت سموتريتش بأن يدخل بند في الاتفاق أو في قرار الكابينيت بأن الحرب ستستمر وأنه لن يتم استغلال هذه الحالات من وقف إطلاق النار لوقف حالة الحرب، ولذلك على ما يبدو أن الحرب مستمرة وستنتقل طبعا إلى جنوب غزة. طيب بس ولكن في هذه الحالة دكتور، في هذه الحالة ما جدوى هذه الهدنة؟ يعني نحن نعلم جيدا أننا نحتاجها بشكل إنساني، قطاع غزة بحاجة إلى تضميد الجراح كما قال، لكن التشبيه الذي قالته إسراء مؤلم جدا. هي تشعر يعني مع كل احترام والتقدير كخراف العيد، أن نعطى 4 أيام لكي يتم تسبينهم ببساطة أو يأكلوا أو يستطيعوا الأكل ثم بعد ذلك يقتلون كما قالت. نعم يعني ما وصل صفاته مؤلم جدا حقيقة، وأنا أتفهم هذا الموضوع، وفعلا هذا أمر مؤلم باعتقادي. 4 أيام أو حتى أسبوع هذا غير كافي. هذا أولا يتعلق بحماس التي وافقت على هذا الاتفاق. نحن نعرف بأن هذا الاتفاق هو جيد لإسرائيل أكثر مما هو جيد لحماس. الموضوع الثاني هو يتعلق بالضغوطات على إسرائيل، أو دعنا نقول حقيقة الضغوطات الغير موجودة على إسرائيل لوقف الحرب، أو على الأقل لعدم المس بالمدنيين. نحن نرى دعم مطلق من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، ونحن نرى من الناحية الثانية ضعف عربي غير مسبوق بالتأثير على الولايات المتحدة والتأثير حتى على مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة، منظمات مثل منظمة الصحة الدولية وغيرها. فنحن نرى بأن إسرائيل تستمد هذا الدعم المطلق وتستعمله لكي تقوم كما قالت بالقضاء على حكم حماس في قطاع غزة. أشكرك دكتور سليم بريك المحاضر في العلوم السياسية من حيفا، شكرا جزيلا لحضرتك. بآخر نقطة حضرتك ذكرتها أريد أن أذهب إلى خالد. خالد موجود خارج فلسطين لكن أهله متواجدين في غزة. خالد أهلا وسهلا. قبل أن أتحدث عن الأهل وحالهم، كي لا تتوه منا النقطة التي كان يقولها دكتور سليم الآن، هو يرى أن الاتفاق جيد لإسرائيل أكثر من كونه جيد لحماس. هل تتفق مع هذه النقطة؟ هل تعتقد أن الاتفاق فعلا سيتم تطبيقه؟ وهل سيمدد ولا لا؟ حتى نجيب على هذا السؤال، أولا شكرا لك على الاستضافة الكريمة واهتمامك بهذا المحور. عمليا نتنياهو هو الذي قال أنه لن يحرر الأسرى بصفقة تبادل وإنما سيحررهم بالقوة. نتنياهو قام بإتمام هذه الصفقة ورفض الهدنة 46 يوم، والآن رضخ لهذه الهدنة. العملية البرية لجيش العدو لم تحقق شيئا حتى الآن من الأهداف التي انطلقت لأجل أن تحققها. الهدنة هذه حدثت بدون أي تنازل من المقاومة. الأسرى اللي حيتم إفراج عنهم بعضهم ضيوف بعضهم مدنيون كما صرحت بذلك الوصف، وسيتم الإفراج عنهم في ظروف ميدانية متوفرة لذلك وهي ظروف الهدنة، يعني الهدنة نفسها، فالهدنة نفسها موجودة للإفراج عن هؤلاء المدنيين. قرار نتنياهو كسر تماما. الوقود دخل غزة، سيدخل طبعا الوقود دخل وسيدخل أيضا إلى الشمال لأنه كان يريد أن يتعنت ولا يريد أن يدخلوا إلى شمال غزة. الهدنة أيضا ستكبح جماح العدو الإسرائيلي اللي بيحاول قدر الإمكان أنه يفرعن أو ينشر أو يشرعن رسالته للعالم، ولكن هذه الهدنة ستجر هدن أخرى وصفقات أخرى حتى يوقف هذا العدوان. الهدنة هاي ستمنع أو ستمنح المجتمع الفلسطيني في غزة شيئا من النفس يلتقطه بعد 46 يوم أو 47 يوم من القتل الممنهج والمتعمد للأبرياء في فلسطين دون أي وازع من ضمير أو إنسانية أو أخلاق أو قيم أو حتى طيب قانون دولي. هل يمكن أن تفسر لي هذه النقطة بشكل أكثر يا خالد لو سمحت؟ لأنه أنا بصراحة استمعت للرأيين، يعني 50% و50%. البعض يرى أنه هذه الهدنة لن تمدد وستستأنف بعدها الحرب، والبعض الآخر يقول لا، هي بداية ستكرر بعدها. من حديثك أفهم أنك تميل إلى أن هناك هدن أخرى، لماذا؟ يعني أنا بقول لك أن اليوم اللي بتقبل فيه إسرائيل بالهدنة هو يوم بداية النهاية لهذه الحرب. الأسرى أولا الذين سيخرجوا من عند المقاومة عندما يعودوا إلى
الإعلام. وطبعا بالمناسبة ربما استمع أحدكم أن نتنياهو قد فرض على هذا الأمر حصارا جبريا بحيث لا يكون هناك أي تناول لقصصهم أو أحداثهم أو أخبارهم، وسيقوم بعمل ما يسمى بالمستشفيات لإحتوائهم لفترة حتى يقوم هو بالانفراد بموضوع القتل واستمرار الحرب. لكن هؤلاء الذين سيخرجوا من عند المقاومة سيكونوا الشعرة التي ستقسم ظهر الاحتلال عندما تنشر للعالم وللإعلام تحديدا وتسرب كل ما حدث معها في المقاومة وتعلي سهم المقاومة، ستلعن حكومة الحرب، سيعلم العالم كله بما حدث معهم. إعلام الكيان سيقود الشارع للاعتصام لوقف الحرب بشكل كامل ومحاسبة نتنياهو وكل مجلس الحرب. لن يتمكن نتنياهو من تسويق الحرب مجددا لا لجمهوره ولا للمجتمع الدولي. كل الملفات الداخلية سيتم فتحها دفعة واحدة في وجه المحتل. المقاومة ستقيد صفوفها، سيحاول قدر الإمكان أن يكتم على ذلك العدو الإسرائيلي من خلال محاولة تهميش الأسرى. أول 50 أو أول دفعة تخرج ستكون هي الأساس لأن يجعل عملياً بقية الأسرى في نفس المجال لإخراجهم. المجتمع الدولي لن يسمح بذلك، إسرائيل نفسها المتواجدين فيها لن يسمحوا بارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين نتيجة خوفهم على بقية الأسرى، نتيجة تعرفهم أو معرفتهم بمصداقية المقاومة وأنها التزمت بالحفاظ عليهم وعادتهم سالمين كما وعدت. والفكرة كمان أنه بقية الناس أهالي بقية الرهائن بالتأكيد سيطالبوا بالمعاملة بالمثل بين قوسين. أنا لا أريد أن يأخذنا حديث التحليل السياسي خالد دون أن أطمئن على الأهل كذلك في غزة، متى آخر مرة تحدثت معهم وكيف أحوالهم؟ يعني الحمد لله الأهل بخير، الآن يخترعوا الاختراعات الجميلة جدا لأجل أن يعني يتأقلموا مع الحياة الجديدة التي رسمتها لهم دولة الكيان المارق من خلال صناعة أشياء جديدة للتأقلم على حياة لا يوجد فيها كهرباء ولا ماء ولا أي من المصادر الأساسية للحياة الطبيعية. هم الآن على الحطب وعلى الفحم يزرعوا يعني يعملوا كل الأطعمة أو كل الوجبات التي تناولوها إذا كان هناك وجبات. طبعا تعرف أن هناك نقص حاد في الموارد بشكل كبير جدا، ارتفاع كبير في الأسعار في كل الموارد تحديدا الأساسية منها مثل السكر والملح والزيت والدقيق وغيرها. هذه الأشياء تجعلهم يحاولوا قدر الإمكان يتأقلموا لأجل الأطفال، لأجل الصغار، لأجل أن يرسموا مستقبلا لجيل قادم على أن يحرر بقية هذه الأرض، وعارف إنه هذا الاحتلال إلى زوال، وعارف تماما إنه هذه الأوقات الصعبة ستمر يوما، لكنه يعيشها رغما عن الاحتلال ويتأقلم معها ولا يهرب ولا يتخلى. ليس مثل 800 ألف إسرائيلي هربوا من بلادنا المحتلة وخرجوا إلى جنسياتهم الأخرى التي يحملونها. طيب خالد اسمح لي أذهب إلى غزة أرجوك، للتو تحصلنا على اتصال مع سمر. سمر هي أصلا من مدينة غزة لكن نزحت إلى خان يونس مع بداية هذه الحرب. سمر أهلا وسهلا بك، كيف حالك اليوم؟ الحمد لله نشكر الله. الحمد لله عزيزتي. ما الصورة في محيطك تحديدا خاصة مع هذه الأنباء التي تقول سيكون هناك هدنة لا ستؤجل يوم آخر؟ كيف تشعرون فيما يتعلق بأحاديث الهدنة هذه؟ يعني قصدك أني أقول لك رأي الشارع اللي أنا بسمعه ورأيك أنت كمان مهم؟ تمام. رأي الشارع أول بينقسم لقسمين، القسم الأول بيقول إنه القسمة الهدنة مش ممكن تتم وإنه حيتم اختراقها لأنه في جزء من شروطها يعني لا يعقل، وفي ناس طبعاً بترقب وبأمل كبير إنها تتم وتمتد وإنها توصل يعني لوقف النهاية لإطلاق النار. أنا بالنسبة إلي يعني هدنة عبثية بالنسبة إلي، تخدمش مصلحة المواطن اللي بعيش المعاناة. أنا كمواطنة بعيش المعاناة، الهدنة ما بتشكلش أي تأثير إيجابي بالنسبة لي. هتقولي ليش؟ هقول لك لأنه يعني إيش العائد أنا عندي؟ أنا نازحة للجنوب، تاركة بيتي،
أي عائد من أي بند من بنود الهدنة حكى عني، يعني أنا ومئات الآلاف زيي ما نذكرناش، إحنا نازحين بنعاني أشد المعاناة في النزوح تاعنا، ما حد ذكرنا. ألو، معاك يا سمر. يعني أنت تعتقد أن هم الآن يتحدثوا عن عدد أكبر من شاحنات الإغاثة وحتى السماح بدخول وقود وخلافه، تعتقد أن هذا لن يفيد النازحين بشيء؟ إحنا بدنا نرجع بيوتنا، هذا أول إشي، هذا أول بند إحنا بدنا إياه. الإغاثة، شاحنات الإغاثة ما بتخدمش كل اللاجئين النازحين. أنا كنازحة أنا ولا ما وصلنيش أي مساعدة، أنا كله بحطه من مالي الخاص، والمال الخاص اللي عندي يعني أصلاً نفذ، والله أعلم يعني مش بس أنا، وكتير زيي يعني بيعانوا وعايشين حياة ذل، ما بنا مش متمكنين إننا ناكل، وإذا ساكنين إحنا ساكنين عند ناس بالكاد قادرين نعيش، وما فيش مية وما فيش كهرباء. يعني إيش بدي أقول لك، أي مساعدات بتحكي، المساعدات ما بتغطي احتياجات النازحين، جزء قليل جدا منهم هو اللي ممكن يستفيد، واستفادة غير كاملة منقوصة. طيب ممكن أسألك وسط كل هذه الظروف كيف تدبرين أمرك أو أمر الأسرة، يعني بقدر التفاصيل التي يمكن أن تشاركيها معنا؟ بالنسبة للأكل اللي هو يعني عشان نبقى على قيد الحياة، بناكل القليل يعني تو لسه بنتي بدها تتعشى، ما فيش عندنا، احنا أسرة مكونة من 6 أفراد وعندنا رغيف واحد، وعندي بنت صغيرة عمرها 10 سنين جوعانة، وبنفس الوقت عندي زوج مريض قلب وسكر ولازم يتعشى أو يتغدى أو يفطر عشان ياخذ دواء. الرغيف ايش بده يكفي لست أشخاص، والرغيف مصدره أقسم بالله إنه إحنا شحتنا من الجيران. أي مساعدات بتحكوا، أي للمواطن قاعد يضيع وسط اتفاقيات ومهاترات ما لهاش أي معنى، هو إحنا اللي ندفع الثمن، بندفع ثمن اتفاقيات إحنا ما لناش فيها، ومشاكل إحنا ما عندنا علاقة فيها، إحنا بدنا نرجع على بيوتنا اللي ما ضلتش أصلاً، حننصب خيمة نقعد بدل بيتنا. وحنرجع برضو للجوع، مش عارفة أنا القادة إيش بيعملوا، يعني سواء العرب ولا القادة اللي عندنا أساسا اللي اسمهم قادة بس هم ضيعونا، ولا إسرائيل إيش اللي بتعملوا فينا، بتحملنا ذنب إحنا ما اقترفناه، حملنا ذنب حكوماتنا، إحنا بدنا نعيش بسلام، بدنا نطعمي أولادنا، بدنا نعيش، مش طالبين إشي صعب، إحنا بشر. يعني بحب أذكر المستمعين أو المشاهدين إنه إحنا عبارة عن بشر زيكو، عنا دم ولحم وبنحس وعنا مشاعر وحيات الله، إذا نسين بنذكركو عنا مشاعر، إحنا ناس بتحس. أنا إنسانة، أنا قبل يومين كان قلبي بدي يوقف عن جد، بدي سكتة قلبية من كتر الخوف اللي صابني من صوت الطيران وصوت الضرب اللي بيصير. انا بناتي، انا مش متمسكه بالحياه، لكن انا لما اسمع كلام بناتي بيقولوا احنا ماما ما بدنا نموت، احنا لسه بدنا نعيش، في اشياء ما عشناها ما جربناها. انا اتخيل انه ابنائك بيحكوا لك هيك وهم معرضين لاي لحظه ان كل احلامهم هذه تنمحى، عشان مين؟ الو، معك يا سمر. يعني أنا أسمعك، أسمع كل كلمة، أنا فقط كنت في صمت كي أعطيك وقتك ونسمع. يعني أنت بدي حد بس يجاوبني، يعني أنت كأم، أنا كأم وما زلت شابة، وبناتي شابات، بناتي بدهم يعيشوا حياة، بقولوا لي ماما إحنا ما بدنا نموت هلا، لسه قدامنا أشياء كتير ما شفناها، نفسنا نعيشها، نفسنا نحسها، ما بدنا نموت. ليش الموت بيجينا من عنا؟ ليش بدنا احنا زي بقية الناس، زي بقية العالم، من حقنا ننبسط. ايش بدي اقول لك، يعني ابسط حقوق الانسان احنا مش موجوده عنا، ابسط حقوق الميه عمرك شفت الميه ممكن تتخبى؟ الميه بنخبيها، الميه بنشربها احنا بس عشان نبل ريقنا، حتى ميه ما صار صابنا جفاف، ايش احكي لك؟
وبعدين بيقولوا هدنة، وبعدين بيقولوا اتفاقيات، وبيقولوا حررناها، وبيقولوا طوفان. ما حد حاسس في الشعب. يعني وأعتقد أنه الصورة اللي حضرتك نقلتيها بكلماتك وبالحرارة القادمة من كل كلمة تحديدا هي كافية جدا، والكثير من المناشدات والكلمات على لسانك وعلى لسان بناتك أنه المواطن المدني هو الذي يدفع الثمن كما تفضلتي وذكرتي. ربما حالة سمر يجيب عليها كذلك. ضيفي التالي على زوم حمدي حسنات، هو موجود في غزة وهو مدير أحد مراكز الإيواء تحديدا في دير البلح. لا أعلم فقط الاتصال للأسف بحمدي. حال عاد إلينا حمدي مرة أخرى سأذهب لكي أعرف وجهة نظره كيف هي الأوضاع الآن بالنسبة للنازحين، لكن أريد أن أتوقف مع بعض التعليقات التي جاءت على فيسبوك أو على إكس عن تأخر تنفيذ تلك الهدنة. أبو فراس يقول بإيجاز على فيسبوك، يقول إنه حفاظا على ماء الوجه تحديدا بمنتهى الإيجاز، يقول أبو فراس. محمد يغرد هنا على منصة إكس: انسبوا الفضل لأهله، ليس لأحد أي فضل في إقرار الهدنة المؤقتة سوى لأهل غزة البواسل الذين صمدوا. مصطفى يغرد كذلك أو يرسل مشاركة تحديدا، لم تعد تغريد على الإطلاق الآن، يقول: يبدو أن هذا الاتفاق منقوص، فليس فيه إلزام على أحد، ولا هناك من يراقب الهدنة، ولا دخول المساعدة إلى غزة. فقط عينة من الآراء، إذا أرسلتم أي آراء أخرى ملتزمون بنشرها جميعا على مدار الساعة حتى بعد انتهاء البث المباشر. أريد أن أتحول إلى ضيفي التالي، ينضم إلي من القدس عبر الإنترنت، مآير كوهين الدبلوماسي الإسرائيلي السابق. مآير، بعد أن تعثرت الاتفاقية ورغم الكثير من الاعتراض عليها حتى من الجانب الإسرائيلي وأنباء عن إقرارها، الآن عدنا إلى حديث عن أنها ستنفذ غدا. هل تعتقد أن فعلا ما قيل إن هو هناك ثغرات في هذه الاتفاقية تم تجاوزه، ولا ما زال هناك مشاكل؟ بداية تحية لك أستاذ محمد. بالنسبة لما أعلن عنه المتحدث بلسان الخارجية القطرية، هو يشكل في حد ذاته الإطار، وهذا الإطار هو إطار إيجابي يتعلق بعملية الإفراج. السابعة من صباح اليوم، صباح غد، سيتم إعلان وقف إطلاق النار فترة ما بين 10 للساعة 4، وقف عمليات الاستطلاع الاستخباراتية التي تقوم بها إسرائيل، الإفراج عن المخطوفين، الفوج الأول منهم 13 شخص مع أمهات مع أبنائهم، وكل هذا بيتم تحت طبعا رعاية الصليب الأحمر الدولي، وسيصلون إلى معبر رفح. في هذه الحالة سيتم إطلاق سراح 39 من المسجونات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية. إلى الآن الأصوات التي استمعت إليها من قلب غزة تقول أنه بالعكس، عملياتكم العمليات الإسرائيلية في القطاع ازدادت شراسة جدا خلال الساعات الماضية، وكأنه لا مؤشرات توحي بمصداقية بداية تنفيذ هذه الهدنة. هي طبعا العملية في منتهى الشراسة، لأن الهدف هو ليس الوصول إلى هدنة، وهذا ما يسعى إليه حماس بالوصول إلى هدن طويلة الأمد، إجبار المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل بوقف إطلاق النار، وهذا ما يصبو إليه يحيى السنوار، هذا هو الهدف. ولكن طبعا الجيش الإسرائيلي هو عازم على مواصلة تحقيق الأهداف العملية العسكرية، أولا بتحرير الرهائن، ثانيا بالقضاء على حركة حماس. بس هل هذا هو هدف السنوار بس، ولا هو هدف إسرائيل أيضا؟ لأنه إسرائيل اضطرت للذهاب إلى هذه الهدنة لأنها لم تستطع أن تحقق أهدافها عبر العملية العسكرية. يعني بعد ما يقارب 50 يوم لم تنجح في الإفراج عن أي من الرهائن، وبالتالي لجأت إلى هذا البديل. لا، هو يعني هذا البديل هو بيمشي بالتنسيق مع العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل، بمعنى أن زيادة الضغط العسكري على حماس من شأنه أن يسهل
في الوصول إلى صفقة تبادل رهائن بشكل يعني أفضل. كلما ازداد هذا الضغط كلما سرعت حماس بالإعلان عن خروج أفواج. يعني رأينا 50 شخص من الأمهات والأطفال، وهناك أمل في أن يصل هذا العدد إلى ما بين 75 إلى 80. بس هو إلى الآن مرة أخرى وأنا أحيلك لتقارير كثيرة أنه لا يوجد ضغط إلى هذه الدرجة على حماس. حماس ما زالت محتفظة بقدراتها العسكرية، ما زالت صواريخها تسقط على الجانب الآخر، والمدنيين الذين أشرت إليهم منذ اللحظة الأولى وحماس تقول هم ضيوف بين قوسين، بالعكس هم عبء عليها تريد أن تتخلص منهم وتعيدهم لكم. أهلا وسهلا، إذا كان هذا هو هدفهم أهلا وسهلا، فهذا مرحب به. ما قاموا به بأخذ رهائن بهذا الشكل، أطفال عمرهم 9 أشهر، الطفل لا يعرف كيف يرضع وماذا الذي يفعل، ولكن هناك اهتمام إسرائيلي بكل إنسان هو في أيدي حماس، حتى بما في ذلك يعني رفات الجنود الموجودين مس هادر جولدن وايضا يعني جندي اخر موجود لدى حماس. وهذا يعني الفرق بين من يؤمن بقدسيه الحياه وبين من يؤمن بقدسية الموت. بس أنت تؤمن فقط أو إسرائيل تؤمن فقط بقدسية حياة الإسرائيليين في هذه الحالة، لأنه لدينا 14,000 شخص على الجانب الآخر من المدنيين قتلوا، وهذه جدلية كبيرة جدا في مصداقية الأرقام ومن المسؤول عنها والدروع البشرية وكل ذلك كررناه أكثر من مرة. لكن أنا أعود إلى أصل الموضوع، فكرة من المستفيد أكثر من هذه الهدنة، لأن وفقا للكثير من المحللين العسكريين إسرائيل لم تحقق أهداف عملياتها العسكرية التي أطلقتها في بداية هذه العملية، وبالتالي هي مستفيدة أكثر من هذه الهدنة وتسعى إليها أكثر من حماس بكثير. لا بالعكس، إسرائيل تريد مواصلة العملية العسكرية لتحقيق هذا الهدف كما ذكرت لحضرتك، هو القضاء على حماس. وهناك طبعا توجه أن هذه القوات ستقوم بالتوجه إلى جنوب قطاع غزة بشكل بعد فوري. أن فشلت في الشمال ولم تحقق أهدافها في الشمال. لا الشمال واضح جدا ما حققت. الشمال دكة تماما، لكن لم تكتشف فيه الأهداف ولا العناصر ولا ضحضت قوة حماس، هو دكة مدنيا. أنت تذكر حضرتك ما قلت لك بالنسبة لمستشفى الشفا، وقلت لك الصبر طيب، انظر ما حدث والاكتشافات التي تم اكتشافها في الأنفاق في مستشفى الشفا، أمور لا يمكن تفهمها يعني وقبولها. ما حولوا مستشفى مدني إلى مقر العمليات. طيب أنا لا أريد أن أدخل في هذا الجدل، لأن أيضا هذا موضوع آخر تماما، مآر ومصداقية الصور التي تم الكشف عنها من جانبكم ولماذا تأخرت، لكن ده هيحتاج منا ساعات. خلينا نركز على الهدنة بس أرجوك، لأنه حتى داخل إسرائيل وزير الأمن القومي مثلا يقول إن هذا خطأ تاريخي ويهدد بالاستقالة، والبعض يقول إن نتنياهو سيكون مجبر على الاستماع إليه أم سيضحي بفكرة تأييد اليمين؟ أنا من الناس الذي يتمنى أن هذا الشخص يستقيل ويروح في ألف مكان بعيد عننا. هذا الشخص الذي أثار هذه القلق بين إسرائيل والفلسطينيين وكل هذه يعني المشاعر التي قام بها ويتحدث عن وضع تطرف غير معقول وقام بجدل غير عادي مع أسر نتنياهو، ما زال يحتفظ به بالرغم من كل هذا التطرف. واضح أن هو الأمر لا يزعجه أن يكون ضمن حكومته شخص متطرف إلى هذه الدرجة كما تقول. صحيح، ولكن نتنياهو أيضا آيل للزوال وحكومته آيلة للزوال ولن تبقى بعد هذه الحرب. بس بالتزامن سيقوم كلاهما وفقا لحديثك على الأقل بتحطيم صورة إسرائيل، سواء في الداخل لأن أصوات المعترضة كثيرة جدا، أو في الخارج لأن أيضا الأصوات الدولية التي بدأت تتململ من فكرة استخدامكم المفرط للقوة باتت عالية شعبيا وحتى رسميا. لا، هناك دعم قوي ليس فقط من الولايات المتحدة
وأيضا من الاتحاد الأوروبي، والآن كانت هناك زيارة لوزير الخارجية البريطاني. هل هو على ذات القوة كما كان في 7 أكتوبر ولا تراجع؟ نعم، لا، هو على ذات القوة، ولأن إسرائيل هي بتحارب داعش، وداعش هي تهدد الأمن والاستقرار العالمي وخاصة أوروبا والولايات المتحدة. يعني كل التصريحات التي تخرج من الأمم المتحدة أو حتى من رؤساء بعض الدول أو من وزراء في بعض الدول لا تعتقد أنها إشارات، والتظاهرات الشعبية طبعا لا تعتقد أنها إشارات للتململ؟ لا، هي ليست إشارات للتململ، وهناك تصميم واضح وهناك دعم قوي لإسرائيل بمواصلة هذه العملية، لأن العملية إذا لم تستكمل فستكون هناك انتكاسة ليس فقط لإسرائيل وإنما للمجتمع الدولي الحر الذي يسعى إلى سلام. ماذا لو مددت الهدنة؟ هل يعني ذلك أن ما تقوله ليس دقيق وأن حماس نجحت بالفعل على إجباركم على الذهاب إلى وقف الإطلاق النار أو هدنة أطول؟ يعني إذا كانت الهدنة أطول بمعنى الإفراج عن المزيد من الرهائن والمختطفين فهذا مرحب به طبعا، لا أحد يرفض ذلك، لكن إذا استخدمت من أجل عملية نوع من الابتزاز ويوم آخر وإضافي، وبالتالي يحاول من خلال هذه الهدنة أن تستمر مدة أطول، وهذا يفرض قيود على إسرائيل فيما بعد فيما يتعلق بالضغوط المجتمع الدولي عليها لاستمرار وقف إطلاق النار، وهذا ما يسعى إليه. ماهر كوهين الدبلوماسي الإسرائيلي السابق كان معنا بشكل مباشر من القدس. شكرا لكل من شارك في حلقة اليوم بشكل مباشر أونلاين أو على الزوم. غدا لقاء جديد، إلى حينه تحياتي، أنا محمد عبد الحميد، إلى اللقاء.